تمانية مهاد شهر بقى لهم دير السلام بنقرا نستيتيم انه دير الطاقم انا وكمليو الصحف هنا نهارا ونتبرقى كيقول لنا نتاع مزيد مدينة الوجدة على هامش الندوة يتوضن حول موضوع التنمية المحلية من خلال التمثيلية الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية يتنظم الجمعية المغربية للعمل التنموي بالمشاركة المنظمة المغربية. إذا مرقي النظر نهاري تسد البرنامج نوم برنامج ضيف الموقع مش سلم التالج برنامج متخصصي مستضف دايس مجموعة من الوطور ثروة مدينة مزنقاني برزن بمختلف المجالات والميادين فمش كي اختفاء بالحلقة يعدون توي سبق الدكتور مصطفى مرابط رئيس مركز الدراسات السابقة للجزيرة توي سبق كذلك السي حمد المساوية بوزير الشيفورية سابقا حاليا والي الجهة الغرب كذلك توي سبق الدكتور عبد الحكيم خرات النهارة في الحلقة نهارا استضفت كذلك إيجن ميسن تنديت المزغلغان مساء الدكتور علي البشيرية إشنير ميسن تنديت المزغلغان ميس ولاد عمار يحيى أستاذ جامعي في كلية الطب ذي وجدة كذلك أستاذ في كلية العلوم في جامعة محمد الأول مسلم ونسبة تحصل على الدكتوراه في الكيمياء زي ستراسبورغ كيجمهور المزغلغان الدكتور علي البشيرية نطحب الزيش على الموقع نوع سيغان كابول شكرا جزيلا سي محمد انا بدوري تما اغتنم الفرصه باش يكون بشكا على المجهودات اللي بذلم باش تزول المعلومه متداوله لكافه ابناء منطقه النب وخارج المنطقه خاصه ان المواقع الالكترونيه تدور غاسش دور ايجابي لنشر المعلومه وكذلك تساهم لبناء الوعي اللي غيجعل المنطقه النب اذا كنت تزيد الوعي غادي يتجا الوضع تسمى يحسد عليه اذا الوضع يكون افضل ان شاء الله. شكرا دكتور القداش سوطاس. قبل الاضافه الى تعريف دمدو شيخ فالدكتور علي البشيري بالاضافه الى بروز نزل الميدان الاكاديمي كاستاذ جامعي في كليه محمد الاولى في وجده انت كذلك اجن فاعل جمعوي اجا بسم نزل الميدان العمل الجمعوي اقل الجمعيه المغربيه للعمل التنموي في وجده. كاين شخصيه مزوار الدكتور مالك محلانا نزود اخت تقارب حكم شكا رئيس الجمعيه المغربيه للعمل التنموي في وجده وزوق تقارب مسؤول الجمعيه المهم الاهداف المهم للمجالات الاجتماعيه. نعم بالنسبه للعمل الجمعوي جمال العمل الجمعي في قزره ولو غاتغازو الشكل تسمى فعلا تسمى من الطابع التنظيمي الجمعوي المعترف ولكن كان غادي الحي الحي تغنتك فرق الكره تغنت مجموعه من الانشطه يعني تجمع الجهود مجموعه من المنطقة. أما بالنسبة للجمعية المغربية للعمل التنموي فهي جمعية تأسست في 2001 لي الشرف أن تمثل كرئيس الجمعية منذ تأسيس الناس الجمعية تحاول ما يمكن أن تختار البريد يحاول أن تجمع مجموعة من الطاقات باش الثقافة تخش المحيط الناس فالجمعية اللي تأسيس الناس تختار أن تكون جمعية وطنية ولكن خود تشتغل على مستوى جهوي تشتغل بها أربعة مجالات أنا مجال التكوين والتواصل مجال البيئة وتنمية العالم القروي وكذلك مجال المرأة والأسرة بالإضافة إلى مجال الصحة والتضامن الأربعة المجالات نحاول ما يمكن هذا نوجد جن التصور جن الرؤية باش تولي الجمعية يجن شارك ذي المحيط بالإضافة إلى الشركاء الآخرين ففي البداية الجمعية الخطوات كانت محتشمة كانت يعني تحاول ما يمكن أدك أنشطة ذاتها إلى آخره ولكن عبر سلسلة من التكوينات اللي خضع عن الأفراد الناس نستطع أن نعاود الصياغة الجمعية ولكن من خلال الرؤية فمن ديك الجمعية حاولت خضع برنامج تكويني من أجل بناء مخطط استراتيجي المخطط إذا غيسمح لنا باش غيصير رؤية واضحة للجمعية من في الزوط راح من خلال الرؤية نستطع أن نبلقي الرسالة لان كيما تقدر رؤيه معينه خصي ضروري تخلص الرساله الشكل من الوظيفه نش ديال الرساله
ومن ذلك نحدد مجموعة من الخطوات الاستراتيجية، ونحن الآن في صدد محاولة تسمى أنزل تلك الأهداف على في صيغة مشاريع، يعني نخرج جمعيات تشتغل على مستوى الجهة ككل. غيس بقى أن نقوم بسجن يجن مشروع لبنسيدان، بنسيدان حول قضية ثاني غرس ومثل الخبوب إسريغوا حوالي 19,000 هكتار. رخو غارج المشروع منة أن قوتا قوت تمسقي بالتنقيط دي فاسد المخغان ثلاثة الأقاليم غادي نشتغل نفذاز زي إقليم توريرت. الآن قرر ذي إقليم بركان ذي تفوغات بالضبط، وابتداء إن شاء الله من أواخر السنة هذه السنة أن حد فارسيت المشروع محاولات يعني إيجاد نموذج يفتحن باش تسن أهميات من سقي بالوقت. فالحالي من وغيت موافع يعني وزن ماذا إنسان وزن ماذا ينكار الأصل النص، بالعكس دائما مش تحول غذازو يعني إخوانه المتواجدين ذي المنطقة باش نكفوس كفوس باش نساهم ذي النهوض المنطقة، خاصة أنه ربما مادام كنا أحضر مكان ذي المنتدى يتبين بأنه المجتمع المدني وخاصة أن سجن جمعوي ها سجن طول فعال للمساهمة في بناء المحيط النص. وللأسف يعني مسألة نتمنى إن شاء الله في المستقبل نتحقق وما بعد غاصة إن شاء الله. دكتور غالي لجو سيدي بعد أنه قوار الجمعية المغربية الجمعية الوطنية خدمة على التعب الوطني، لكن تركز الخدمة النساء بخصوص على المستوى الجهوي. نزل السنشك كميس مزغنغان من على الموقع تمديد مزغنغان لمشاريع البرامج يسطى الجمعية. بالنسبة لمزغنغان مش أنا مزغنغان قد جزء من حياتي، تما مزغنغان جزء كبير زي حياة الإنسان، تما يتشبع مجموعة من القيام مجموعة من المفاهيم طواب خاص بمزغنغان وتدخل غير خدمة أخرى. يعني الحنين نغير المنطقة وزما إنسان خاص يعبى. طبعاً بالنسبة للمشاريع مجلسية غنشين تمن مستعدين، لأن طبيعة الجمعية النظ والخدم بول مباشرة لك السكينة، وإنما عبر الجمعيات. لأن إحنا كجمعية نتك التنسيق في الجمعيات المحلية، والجمعية المحلية أول تستفيد الإمكانيات المتواجدة على جمعية الأمر، وفي نفس الوقت يعني الرفع من مستوى الجمعية الدنيا باش لانتسامات نسيتها تشتغل تلك السكينة. فنشتمني دائما من مقعد غوص الغال يعني نتغيما بعض مجموعة من الفعاليات نجبد تما نقاش طويل نقاش همو تما هامشي، فدائما الهم نهوص المنطقة حاضر، لكن الحلقة نفقو دايغا نغفقو واني ويلو ما مشغى نحاول نترجم تلك التمنيات من الزول المتقنط إلى برامج عامة. فأعتقد أن الأخوة ربما لاحظ مؤخرا أن مجموعة الجمعيات تشهد في بزرعات هي يعني مسألة إيجابية، ولكن في نفس الوقت مرة وفى حظة سجل العناية لجل التصوير ربما يدور سلمي، ربما جينا تغن السوار أحد من المتدخلين ذي الوشا ماذا شيء نودي بعض الأحيان ذي نفس المنطقة تبثنين جمعيات تقلت نفس الشيء مثلا تنتج لخيات تلك لخيات، فبالتالي يتوقع نوع المنافسة ما غالي إنه وادي نبوج جن التواصل أولا، وثانيا وادي نبوج يجي الوعاء إذا غاي جمعا باش تسمى غنخير يجي الجوعة باش نجس الواقع من غانا من بذلك. وانا اعتقد ان المنطقه النغ صراحه لان فوق شويه غابة سواء على المستوى الوطني من المغرب او في اوروبا اصغر غابة شغال اصغر غابة طاقه هائله لبرا سواء داخل القطر المغربي او في اوروبا، يعني طاقه هائله للاسف ان الطاقه واضحه شويه بصغر بصغر محيط مسلم يقارش صغر المنطقه ككل. فانا اعتقد انه الاول باش ان قطعك العقليه سابقه
عقلية تسمى وعصبو أفق. وجب الآن أن النسيج الجمعوي المتوج في أزغنغان المحيط النص يخسر لك نقفة جادة للمراجعة. هذا يراجع الوجود النص في المحيط النص باش هذه يحدد منت القدرات غاز وممش لن توطف لخدمة المنطقة النقل. لأن ربما يشكل أجنب الكريمة نشنيه بأن مجموعة منطقات متواجدة كانت مجموعة من شخصيات أشياء. هناك شخصيات هائلة غير معروفة بزنغان غير معروفة. فمعليك الشين بزنغان أنا عزم في الفضاء أن استدعد بني وذان أكيد يدوشن المنطقة، ولكن باش يدوشن يخسر يجن البناء داخلي يجن نسيج جمعوي نقول بزنغان در محيط النص غاص القابلية باش هذا يستقبل وذانا وفي نفس الوقت كيسن أدبنا المشاريع المستقبلية خاصة خوشين كوا غا ابتداء زي 2012 من قواغج الجهوية موسعة. بعبارة أخرى أكثر لجن الدولة يعني محلية، وبالتالي باش تسمى المنطقة غاسي الحضور قوي للجهة إخساس بناء مشروع متكامل. والمشروع عويل غيبنان أدبنا بأطر المنطقة، فبالتالي ما لو نسهر على جلب يعني الطاقة ونحاول نخلق فضاء أكيد أنه نقيم دائما ذي حلقة مفردة. لذا ضروري زي الشباب النغ زي الأطر المنطقة النغ ضروري أتعزم أتوسع شوية المجال للاشتغال نزل الاهتمام نزل باش نستقطب تبقى الطاقة. وأنا متيقن أن الحالة اللي غارية الشغي وزنغار موجود مجموعة من طاقات غاص نفس الحالي، ولكن كمية تسدي لي أول تحسي ذي جبان شقش غريب رغم أن الخرق الديني كبير تحسي غريب على المستوى الجغرافي على المستوى الجغرافي البشرية. وفي نفس الوقت نش يوم بقي ماك الشباب ديني الناس تبارك الله مشين ملكة حسب الأطر ديني من أساتذة من معلمين من إداريون من طلبة من مثقفون مغزى الكم الهائل البشري ما غاش التواجد من خلال منابر بين البزران ولا نشا تفديني ماني غا من غا ديني مثل منابر تعبر عن هذه الطاقات كجمعيات كمنتديات كفضاءات في مجالات متعددة سواء مجالات الرياضة الفن التنمية الثقافة. فالمسألة هذه نجد الخدمة تبقى رجعينا نتمنى زي مثل نغذين البزرنال أن, 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 أن نستوعب تحولتين تعيش باش أن الإيجابي المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله دكتور غالي شو سقسي النغنين مش نسن أنه العمل الجمعوي بالرغم من أنه يجي العمل التطوعي، لكن أكيد أنه الفاعل الجمعوي تعترض في المصارس مجموعة من العراقيل الإكراد مش نسن بحكم تجربة من العراقيل الذي مخون باري القال الفاعل الجمعوي في المصارس. وما ننسي أخي مخون بار قال المتدمي كمالي سيخفي مجموعة من الإخفاق مخون بار، ولكن أنا أعتقد أنه من المعوقات جانا تسمى رخو ذي المعوقات نشين ممكن تمتلك المعالجة النس هي المعوقات الداخلية الجمعية. هناك معوقات يعني تسمى بارة الجمعية وثا طلب شهود مشتركة مع فاعل آخرين من أجل أن بدر تسمى المعوقات. ولكن المعوق الأساسي هو أن نفهم من قصص العمل الجمعوي. العمل الجمعوي بيجن وقت تغاقات بيغنش برنامج ثقافي بيغنش دوادراج الأستاذ بيغنش أطاع نغيوز رمضان شوية الأنشطة كذا كذا. الآن العمل الجمعوي هو كمشاس التعريف. العمل الجمعوي انتقل إلى مستوى أنه يصبح يجن فاعل تنموي يجن الرقم يعني لا يستهان به كون أنه غاس يجن سياسة القربة للسكينة أنه غاس الاحتكار للسكينة غاس الإنصات للسكينة ممكن يفهم مشاكل السكينة. فبالتالي تقال الأشغال الأعمال طلب أن الجمعية غاس يريج مجموعة من مهارات يريج مجموعة من القدرات والقدرات والمهارات هو التسوية مني يخص ضروري أن الجمعية الأعضاء الأفراد النس خص ضروري أخذ عن إرزنامة من تكوينات باش نأهل العنصر البشري باش يدور فعلا الجمعية هذه فاس الجمعية باش تنتقل إلى مستوى مؤسساتي.
لان ربما غادي نقرا بين احد المتدخلين الشيوخ قضيه الاحتراف. قال الاحتراف لا يعني انه راح تمشي المنظر الجمعيه. الاحتراف انك انت تستعين بادوات تخصصيه وادوات معرفيه تاهل كجمعيه باش من تروح غاجل جهه معينه من اجل مرافعه ما او من اجل صياغه مشروع ما، فبالتالي صياغه المشاريع واجب يمني وضغط الضغط وشتيف او حنا بالمشروع الفلاني. لا، المشاريع لا غاش مجموعه من المراحل خصها تخضع. اذا العاملين ديال الحق الجمعوي خصها تستوعب الميكانيزمات المستعمله ديال العمل الجمعوي، لان الخو الشك اقترح باش تنضم الى القطاعات الاخرى باش تقوم عمليه تدبير الشان المحلي. وثاني مساله هي ماشي تما يعني ماشي قضيه انه غير تطوعيه بالمفهوم التقليدي، لا، واخا تكون تطوعيه مثلا اشتغل بحق التعليم، ولكن في نفس الوقت الجمعيه يعني تحاول هذيك الشيء تقمص غير شخصيه بانني كانش مسؤول خلال الجمعيه يا والحضور له حضور ضروري. هذا النقطه الثانيه هو ان العقليه غانشي للاسف يعني من تساوي في الشكل التنظيمي اللي هو الجمعيه غالبا ما نستعير تسمى اشكال تنظيميه بحال الاحزاب النقابات وين فبدأ يتم الجمعيه اولا وغادي نكوش من الاشراك لكافه الاعضاء لاتخاذ قرار. ثانيا ذين الاستفراد في القرار، بعض الاحيان الجمعيه قد قداش هو تغطي غير الرئيس بعض الافراد ان دهن الجمعيه وها فتكان السلوكيات خصها تتجاوز سينو نقيم دائما على مستوى تما يعني مستوى بسيط وبالتالي تما وانتيريو فعالين ذي دفع عجله التنميه للمنطقه. شان الدكتور انت قادر تسوق تصل قمر بدا ديال الاطار الحق الجمعوي ربما لما تصل غيني ديال الموضوع فمش اصلا هو المجتمع المدني هو الغاسي شنو الدور المهم ديال العجله التنميه وباش ريسك الدوره يظهر مؤخرا على المستوى الوطني ولا على الهند المزغنة على وجه الخصوص يظهر ظاهره التشبيك يعني مجموعه من الجمعيات تكتل تكيش من التنظيم باش غاس دير القوه اكثر نفس بحكم التجربه هما الجمعيه المغربيه تجربه من العمل الجمعوي مش تواري تشكي يعني الشروط يخسر الطوفان تصور هذا على مستوى الهند المزغن ضد التنظيمات باش راح انت غازات غاس دير التاثير اكثر. نعم، وموضوع التشبيك موضوع مشكل ماشي سهل ولكن على المستوى النظري التشبيك اصبح مساله ضروريه يعني مطلب خاص نشتغل. لكن الاشكاليه اللي وقعت هو انه التجارب اذا غير سبق للتشبيك يعني للاسف خلينا نقول مراره انه الت جلها ان لم اقل الكل انها بات الى الفشل مغى لانه العقليه تحكم بالتشبيك هي غالبا تكون عقليه نفعيه او عندها خلفيه معينه تكون خلفية سياسية، خلفية إيديولوجية، خلفية إثنية إلى آخره. وتلقى التشبيك غالبا ما يتهزر بودري. مغا لأنه التشبيك يجمع مجموعة من الجمعيات يعني تختلف تما تختلف ذي الرؤى إنسان كذا. لذا ذين بعض المحاولات إلى حد الآن مفتوشة شوية النتيجة إلى حد ما هو الجمعيات أو الشبكات يجمعي ذنت يجن الموضوع معين مثلا ذيني شبكات الجمعيات يتشتغل ذي البيئة مثلا من الشبكات يتشتغل ذي الطفولة إلى آخره. الآن بالنسبة لزغلغال أنا أعتقد أنه التشبيك ضرورة لأنه يظهر بين مجموعة من الجمعيات والتشبيكة إخساس يجن الثقافة لأن للأسف غالبا ما لاحظ انه ربما حتى في المنطقه ملي انت عندك التشبيك انت انسيات التشبيك العقليه ديال السياره الجمعيه وهذا يجي الغلط نبقى خصي ورث نوطيشه يعني التشبيك قد جمع مجموعه من الجمعيات وكل جمعيه تحدد يخمس يجي القانون الاساسي يجي مجموعه من الاهداف فبالتالي التشبيك لا يعني انه الذوب انت الجمعيه هني باش تشكل الشبكه
لا يستحيل ان كل جمعيه تجد تحتفظ سولاد الهويه الناس ليدونتيتي يعني الهويه الناس ديال المجموعه. اذا التشبيك خص الناس تدخل ثقافه الناس مين غادي تشبك ومثالك مثال الاهداف الناس الاشتغال التشبيك إذا مش جشنا خوك الاشتغال التشبيك واجب هو اشتغال الجمعية. لذا يعني مزيان الجمعية دي غانا وذي المنطقة خاصة بالبزر غال يخسن قيل أن شارح مليح مسألة التشبيك باش وانتاز شب بريد لأن ما توقع الإخفاقات صعيب باش تكالت من جديد. فكما قلت يعني التشبيك خاصة ثقافة الناس يخسر في القيم أهل استوعب الجمعيات تستوعب من مثل الشبكة ومتغافق مدى الأهداف لأن نشتغل بأن أخو الشبكة صورة السيور حتى ذي الورشات أن بأنه التشبيك يشكل قوة اللي من خلالها وإذا تكذجنا الضغط خجيهات ضغط إيجابي طبعا سيبونا فسواء تجاه الجماعات لأن سنكون ذي القانون من ميثاق الجماعات الآن ينص صراحة بأنه الجمعيات مطالبة باش تساهم لتدبير الشأن المحلي الجماعة رخوة ولكن للأسف وقت لم يفعل وبغى يفعل وترجبوها الرئيس باش نغينا جنا أحد متدخلين إن شنش تقول من خرقت سلغ جنارس تغانا وخوش شدرين سنة تعرس تدني فهمتني؟ فبالتالي أعتقد أنه تشبيك مسألة أساسية مزيان خاصة خاص نخدم ولكن أن استفدت التجارب المغرب وربما غادي الفرصة إن شاء الله نقيم الحديث إن شاء الله مهم الله قبل ما نخدم دكتورة يجب سكتي بان كارو نفق شي حاجة في الحق الجمعوية حكم نتاقش حاجة غير مدى من أكاديمية بحكم نفسك تكون كأستاذ في كلية الطب كلية العلوم الإدارية في وجدان نسن أنه الطلبة ومزنغان دوار بدرس الحضور نسن في الإدارية في وجدان نسن مشتقية من يعني الحضور الطلبة ومزنغان في الدرس الجمعية لا دي كلية الطب ولا أدري مسألة كلها وقفت شو بديدي لا نشم بشكل عام يعني افتخر وجمع قاف بأن المنطقة النظر الحمد لله إذا نسدي من صفار رحنا مربط فما بار ربما نشين غال آخر وان سين برقي مزن حكم الاحتكاك اليومي ولكن مت فما بار إذا تندهش نديسن سل قدرات نسن سل عطاء نسن سل مشاركة نسن سل قوة الاقتراحية فبالنسبة للطلبة النظر يعني لأن الخو للأسف باستثناء كلية الطب وكلية الهندسة مجالات أخرى قد تسجل خذ النظر لكن إني غادي تسندا يعني إما نكسر كلية الطب يعني فعلا مجموعة من الشباب اللي فعلا في الحق عبارة عن قدرات جد مهمة لكن الزوغة تشير النقطة وأن بناء أطول الغد بتقيم شائع تبرتي يخصنا كنس جمعوي كأكاديميين كمؤسسات خصنا نعاون باش نحاول نساهم نكفوس باش نعاون الشباب أدور أطول الغد لأن الخو شخصية كويدة تبني وإذا ما جنوك تغاقي قوها من ترقي فضل الأستاذ من فضل الطبيب الخو تسمى كويدة تصنع هذا الإنسان لا تستطع هذا توفر مجموعة من الشروط مجموعة من الوسائل ممكن أن نبنى الشخصية في كل شيء وممكن يعني بتجربة المتواضعة في شنو الجمعية المغربية بالعمل التنموي نتبنى مجموعة من الشباب يعني متفوق يعني نتبنى سواء ما لا تغير الفقراء يعني نتعاون إذن باش ندعم إذن حسب الاستطاعة باش ويكوشا نعاون ولكن في نفس الوقت دين تأثير غير جعل أنه الشاب تعز مغسي الطويل لأن الشين يجن وقت وغاقا نزوين قلبي ونزوين فارماسيا أمني وها يعني كانت مشروع استثماري في الدرجة أولى رخو لا خوص نساهم ما ريتنا كما قلت للدب وإذا في مين يحتوينا في العلوم ونشوف سذين غيشت كلمة أستغل تسمى الفرصة يانك سيكون في الموقع الإلكتروني باش نبهغ
سواء طلب الاعزاء او الاولياء بان يخصنا ندير شويه العقليه تجاه الكليات والجامعه. نشي المنطقه محتاجه الى اطور كفاءه، يعني ونغزى شغل الواقع نرخو، مي حينما تشري في المستقبل نتلاحظ بانه غنغج نقص مذهل ذي الاطور. ولكن للاسف هو غنغوش السياسه رشيده باش انهي الاطور. لذا انا اقول وادعو الاباء المسؤولين الاكاديميين وغيرهم باش نحاول ان نعاون باش الشباب الصاعد هذا الناس من الافق واش بقيت البوسيل، لان نلاحظ بان الشباب سرعان ما يتقاعد يزول يعيح، يعني تسمى يزول الربح السريع، خاصه الله يرد الهجره يزول بلاد ما ديال واحد الغيا يزول بلاد الغيا هذا يوم. فبالتالي خصنا باش باش نحاول ما امكن ان نحقق الامور. فغارج امل كبير للشباب الصعيد، ولكن خصنا لازم نمدوا انفسنا باش نعاون ان شاء الله. تقدر صوت الدكتور علي باش يضيق القبول الدعوه للمشاركه المشاكل في برنامج ديال الموقع، ومن يتشرف ان صوت طاس. اذا تقدر صوت طاس القبول الدعوه للرحب الصدر ونسين اسم الموقع سيجا بوليت. نتمنى يوم كامل التوفيق لدي المسار لهم المهني ولدي المسار لهم العمل الجماعي. تقدر صوت طاس كذلك نشكرك نوت طاس، ونتمنى ان الاعلام حتى سيجونجون نت أردت أن أرسج مخت استراتيجي باش إن شاء الله تبقى إلى مستوى أعلى بإذن الله باش الوظيفة نسعى على أحسن وجه. إن شاء الله. شكرا.